بنزازا بنزازا في تنفيذ هذا التماءل في هذه التنفيذ هذه الركنية. بنزازا إبراهيم ينفذها عاليو، الهدف الأول من إسلام مريلي. بنزازا يرفع على الكرة ينفذ الركنية ويوضعها فوق مريلي. إسلام من دون انتظار يفتتح باب التسجيل بروعة. هكذا هي الإعادة، التوسيعة مليمترية من بنزازا، نفذ الركنية بدقة وضعها فوق رأس إسلام مريلي اللي يتمكن من افتتاح باب التسجيل. ولكن تهاون وسوء تفاهم بينك يا زيد وبينك يا سعد نبيل، ثلاث لاعبين وسوء تفاهم في لحظة من لحظات لا توازن الدفاعي من جانب فريق اتحاد خنجلة. إسلام مريلي من هناك يبحث ويتريث في نهايه المطاف، يعود الى بنزازا. بنزازا ابراهيم يقدم كره لمحيوس، محيوس يعود الى بنزازا، هذه المره يسدد. با 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 با. ثاني الاهداف من ابراهيم بنزازا الذي يبدع صراحه في 33 دقيقه من المباراه. يبدع ابراهيم بنزازا ويلعب بهدوء وبسلاسه وباريحيه وببراعه في هذه المباراه. ماذا فعلت في 30 دقيقه يا بنزازا؟ قدمت كره اولى، قدمت الكره ووضعتها فوق راس اسلام مريلي فسجل الهدف الاول، وضعت كره اخرى فوق راس علي لات فكانت العارضه حاضره، والان ببراعه بهدوء بروعه بابداع توضع الكره في الزاويه 90. ارتمى اسامه بلالي تابع الكره ولكنها كانت هكذا لولبيه دائريه بروعه وبراعه اتحاد العاصمه يضيف الثاني في اسوا سيناريو كان يتوقعه.